ده ربع تقريبا او حاجه زي كده، فاحنا بس كنا عايزين نوريه صوره كده. ربع لا لا ده اللي كتب على ربع ده ربع ربع ده اللي نزل في اخر لحظه من الصندره، يعني مش ده اللي موجود في المكتب، ده اللي نزل في الالبومات اللي فيها صور الافلام بس. مثلا مسرحيات ما عنديش صور ليها، في حاجات كتير ما عنديش صور ليها لسه بقى بندور عليها، بس ده جزء من الحاجات اللي كانت في الجيش المكان الارشيف زمان. الارشيف كان بيجمع لنا ايه من كل شهر، الحاجات اللي اتكتبت عندنا كل شهر، فده جزء طبعا كتير قوي. فقالوا لي احنا عايزين ناخدهم عشان ما نتركش، عشان احنا بقى نقعد نصور الحاجات دي بقى صفحه صفحه. قعدنا جبنا ميكروباص انا سبتهم بره لما خرجوا من جوه من اوضه المكتب. في ايه ده؟ احنا هناخد سنه. هي جالها صدمه، في الطياره جالها صدمه. قالت لي العربيه نص نقل. قالت لي انا هروح اجيب عربيه نص نقل واجي عشان انقل الحاجات دي. يعني هيعملوا مجهود خرافي على فكره. هم تعبانين بالفعل والله، بشكرهم والله. في ناس سايبه امتحاناتها كمان وبتحاول يعني حتى، يعني عايزه اقول لكم حاجه، داليا البحيري يعني بنتها حفيده هدى سلطان. داليا ما عندهاش صوره مع هدى سلطان، بس انا عندي صوره لداليا مع هدى سلطان. وكلكم انا ولقاء صيدان على فكره خطر خطر كبير جدا جدا. ولقاء الخميس يا ريتهم لو ما لقيتوش ارشيفي هتلاقي نصه عند بشرى ونصه عند لقاء صيدان، وده حقيقي حصل فعلا. حتى مشروع التخرج بتاعك عند لقاء سيدان. برافو يا لقاء، برافو برافو انك احترمتي وشلتي الحاجه دي. بقيت